وما زلت اقول مستحيل تنافسني. ما شاء الله تبارك الله. كمل مسيرتك كمل مسيرتك. لا بس انا بقول شيء، انا لاحظت شيء والله يا صوتها على اللايف ما شاء الله تبارك الله، انها اجمل حتى من البلاي باك. وش اسمه؟ بلاي باك. بلاي باك. بلاي باك. اعرف انا ترى عندي استوديو لبان، بس انت تعرف ولا لا؟ بلاي باك. ما يسعدك الشيء. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. طيب بالنسبه للتعاون، يعني اغلب الاسماء تعاونت معها، ومثلا اشهر الاسماء، هل في اسماء مثلا تقدمت للتعاون معهم، طلبت منهم مثلا ابيات او قصيد او مثلا الحان؟ ما شاء الله شوف كنت لحنت العمل. يعني تلحينك للعمل، احنا ما قلت شعب الاسئله، لكن تلحينك للعمل، هل هو انك ما لقيت احد يلحن مثلا وحبيت انت تلحن؟ لا جبرت. الكلمات، الكلمات قلت كلمات من مسي عليه بالخير. طبعا الشاله مو بهذه ولا غيرها، هذه شوده ثانيه. حلو. لكن هذيك الشاله من كلمات الشاعر عبد المجيد ال لقفص، ولد الشاعر محمد بن لقفص العمري. ونعم الله ونعم الله صالح، قدم لهم تحيه من هالمكان. استاهلون 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 اجمل تحيه لهم. صالح اول عمل لك، او صلاح 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 معليش صلاح، اول عمل لك وش كان؟ اول عمل كان عن الجنه. كم كان عمرك؟ والله قبل تقريبا يمكن قبل اخويا، قبل تشارك اخويا. كان عندي اعمال انا من قبل يمكن 9 سنين او 8 سنين، بس ما هي اعمال نزلت على اليوتيوب. حلو. كانت مجرد نغمات، يعني نغمات رنان. بس العمل اللي هو نزل ليوتيوب اللي هو الجنان، وبعده نزل لي اللي هو كليب رمضان. اقوى عمل شفت انه ما شاء الله تبارك الله. كليب رمضان يجمعنا، اللي هو كان عن رمضان السنه اللي فاتت. سمعناه؟ حافظ يلا نشوف. سمعنا من كليب رمضان. رمضان يجمعنا، رمضان يجمعنا، نفس مكه يجمعنا. بس حلو ممتاز. ونفس السنه نزل، ونفس السنه. شفت اقول لك انا يعني ما شاء الله. بدايه كم كان عمرك بالله يا ما شاء الله؟ نشوف ما شاء الله تبارك الله تصغير بالعمر بالحيل. يعني بدايه كم كان العمر تقريبا؟ عشان اذا ما تبغى تعطي يعني خبر اكيد 100%، انا ما بجيبها العيد. لكن مو مشكله. بدايتي في الانشاد ممكن اقول لكم من قبل ما ابدا، من قبل ما ادخل الابتدائيه. ما شاء يعني الله. من يوم ما عارف نفسي يعني. وانا احب المجال هذا. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. فمع المدى ما شاء الله سبحان الله. ما شاء الله زيك يا بدر. انت بدر ما شاء الله عليك. وانا انشد من متى؟ من عمر كم؟ والله ما من اول يوم طلعت في الدنيا ما شاء الله. كنت انشد يا بابا سناني واو يا بابا. حلو. لا لا كذا بلغت يا بدر والله. طيب طيب سمعنا رمضان يجمعنا. سمعنا منها رمضان يجمعنا. سمعنا بالله. يا إله الكون ربي يا كريم، أسألك يا الله وانت بي رحيم، اهدني يا رب سدد غايتي، وامحو زلتي بذا الشهر العظيم. مقدمك خلاني انظر للأمام، احتريك العمر مرة كل عام، نور الأيام يا شهر الصيام، كلما اشتم نفحاتك اهين، كلما اشتم نفحاتك اهين. النوايا الصادقة من يوم جيت، والمشاعر كم مضت كل بيت، ما اختلف ذكراك عني من وعيت، يا عسى ربي لأفضلك يدين. الله 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 في اليوتيوب. الله عليك الله. شو اسمه؟ يكتبون رمضان يجمعنا. رمضان يجمعنا ان شاء الله تصل. رمضان يجمعنا وصلاح الرحبي. نعم ما شاء الله تبارك الله. مليون مشاهده ما شاء الله تبارك الله. يا اخي تسمع اصوات صراحه تهيم تسرح، تحس انك تعيش بعالم ثاني ما شاء الله تبارك الله. يعني اللي مثله صراحه المفروض انه يعني انا ما ادري ايش وضعهم خاصه بالانشاد، هل هم حصلين احد متبني الاصوات هذه؟ في احد مشجع لها؟ ولا في عقبات عندكم؟ يعني وش ابرز العقبات اللي تواجهونها مثلا اذا كان واحد ممكن مثلاً؟ عدم وجود ملحن او عدم وجود شاعر. الشعراء الان كثروا مره. صحيح. بس صعب انك تختار الشاعر اللي يجيب لك الكلمه المناسبه. ايه صحيح. اللي الجميع يستمع لها، الصغير والكبير. حلو. اذا سمعها سهله عليه وتكون جميله.
مفهومه واضح زي زي ما تقول لغه بيضاء يعني معروفه من الجميع. سلسه يعني انا قلت انت ماسكه على السلسه يعني انا بسمع اذا قلت لك انا جالس اجيبها سلسه يعني سهله بسيطه. طيب تمام تجي صعبه. طيب الراحه بصلاح فيها اعمال فنيه على اذنك بس التدخين غيرها من الاعمال انشوده يا رب يذكرني شواطئ لشواطئ الخير هذه كانت عن الطفل اليوم العالمي للطفل فجهزتها انا والمنشده سديم الزهراني تمام ولسه ما نزل باذن الله بنصور كليب راح ينزل ما شاء الله تبارك الله يعني على يعني تقريبا هو عمل او عملين انت مجهز على رمضان كل عمل على رمضان لا هذا عن الطفل عن اليوم العالمي للطفل اليوم العالمي للطفل أيوة. ممتاز ممتاز ما شاء الله كنا مجهزينه باذن الله بس مصوره وراح ينزل باذن الله كليب تمام وهل في اعمال طيب اعمال انتم حاليا تجهزوا لها او شيء في اعمال أو في عمل قديم وجميل حلو اللي هو عهد الاصدقاء يا سلام باذن الله هذا راح ينزل تقريبا يا بكره يا بعد بكره يا بس سلام. اول ما يخلصون من المونتاج وكذا ينزل وين على اليوتيوب راح ينزل على اليوتيوب قناتك القناه في اليوتيوب قناتي في اليوتيوب صراحه الرحبي يشوفونه على طول اجل لازم يشوفونه جمهورنا الكريم جمهور قناه بدايه ويعطون رايهم وسبسكرايب وشير لا 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 ما شغل هذا الله يوفقك يا صلاح مجهز انت شيء جديد ليله غير الشيله في عندنا اشياء شيلات انشاد ولا شيلات هلا بجرب صوت في شيلات سمعنا الصوت بالشيلات بالشيلات طيب وين راح بدر يا بدر نبغى نسمع بالشيلات طال عمرك طيب نسمعكم قلتها قبل كذا هنا اللي هي من بادي الوقت الله تعرفونها الله 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 انزل ايه تعال تعال في شيلة في شيلة بسرعة في قزوعي في خطوة تعال حبيبي انت اسلم من بادي الوقت وهدى طبع الايامي من بادي الوقت وهدى طبع الايامي عذبت الايام ما تمدي لياليها تمدي لياليها حلوة الليالي توارى مثل الأحلام حلوة الليالي توارى مثل الأحلام مخطورة عني عجاج الوقت يخفيها الوقت يخفيها أسري مع الهاجس اللي ما بعد نامي وصور الماضي لنفسي وسليها أخلف العمر راجع سالف أعوامي ونوخ ركاب فكري عند داعيها من بادي الوقت هذا طبع الأيامي من بادي الوقت هذا طبع الأيامي أثبت الأيام ما تمدي لياليها تمدي لياليها حلوة الليالي توارى مثل الأحلام حلوة الليالي توارى مثل الأحلام مخطور عني عجاج الوقت يخفيها الوقت يخفيها الله 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 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله والله ما أجامل قسما بالله يا أداء لها يمكن نادر اللي سمعته يؤديها الكلمات هذه بالأداء هذا تبارك الله ما شاء الله تبارك الله صلاح رب صلاح عشان ما أقول صلاح صلاح الرحب يحفظه صلاح الرحب نعم إيه لازم صلاح سهل الحين أنت عندك استوديو طبعا أنت اللي تسوي الهندسة وكل شيء هندسة توزيع كل شيء نسوي كمان كورال عندنا فريق كورال وعندنا كمان فريق يسجلون الفوكا شوف انا ترى ماني متعمق في هذه لكن بسالك سؤال انت تعمق معاه لا لا انا ممكن انا السد اللي عندي ممكن بس ما يمنع ما يمنع اللي يقول كلمات انت ما تعرفها ممكن اول مرت عليك لكن الجمهور يعرفها ايه انا عارف انا عارف اصلا انا عارف ايش تبي بالضبط بس ابغى بيض الله وجهك انا عارف ايش تبي بالضبط لكن روح يلا الحين شو اسمه يعني بعض الاستديوهات
اتوقع الكورال يروحون يوزعونه مدري في مصر او مدري في وين. صحيح. اها التوزيع. إيه هذا التوزيع صح؟ يروح مصر، انت توزع نفسه ولا عندك؟ لا في كل عمل يحكم يعني مثلا في موزعين هنا تقدر تعطيهم اياه يوزعون لك اياه توزيع مثلا زي الشيالات. حلو. صعب توديها مصر. صحيح. لان يعني ممكن يجيبونها وكذا بس يعني مستحيل. ممكن شغلهم اكثر من كذا وحيكون تكلفه اكثر. حلو. ولا شغلهم فني اكثر. طيب. لكن هنا تشوف الناس خاصه في موزعين يمنيين في موزعين برضه سعوديين. حلو. يعني الاجواء اساسا الشيلات قريبه منهم يعني الجنوبيه. صحيح صحيح صحيح. يعني قريبه صحيح. منهم يبدعون فيها اكثر. يبدع فيها لان طبيعتهم مثلا كبداوه او طبيعتهم خاصه الشيلات اللي تتكلم مثلا عن الابل عن الخيل عن يعني في شيلات يستخدمونها مثلا في العادات او في العادات العربيه هم تتكلم عن الاصاله العربيه او شيلات باللهجه اساسا يعني مستحيل يجيبونها. انا بتعمق سؤال. اوكي تفضل. روح روح بوبا. انزل يا حبيبي انزل. انا بتعمق شوي بس لان دخلت مره استديو وقمت اشوف اناظر واشوف اشوفهم دائما يحطون يعني لاحظ اسفنج على الجدار عازل اتوقع. وش السبب وليش يحطونه؟ الاسفنج؟ ايه هذاك المعالج صوت. هو اساس التكتيم ممكن يعني يكون الاستوديو مش مكتوم اساسا تكتيمهم بالاساس ما هو ذاك القوي. لكن هذه برضه تعال المعالجات هذه برضه تساعدك وقت المكس تساعدك برضه تكتم الغرفه اكثر. يعني لو انت في الغرفه وعلت الصوت وانا برا الباب ما اسمع كله على حسب التكتيم اللي انت سويته اساسا البنايه من البدايه. اذا كان تكتيمك العزل قوي اكيد ما راح يطلع الصوت. حلو. لكن في اكثر استديوهات الان العزل كويس يعني 50% ممكن تقول. حلو ممتاز. انا برجع الموضوع قبل شوي تكلمنا فيه وراح على ما قلت لازم اعرف في سبب خافي عني على جمهور عنده هو لازم اطلع عنده لازم في سبب اطلع ارسل لي واتس عشان اي لا ما عليك ما عليك. بالنسبه للبرنامج اخويا يعني النسخه الاولى ما شاء الله تبارك الله تميتها النسخة هذه من برنامج أخويا جلست في أو حضرت حلقة واحدة ومشيت وش السبب؟ واقع من حياتك.